أنا في الحقيقة ما عندي كلام، لكن في 5 دقائق أو أقل أذكر نفسي وإياكم بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، ونسأله عز وجل أن يوفقنا على صيامه وقيامه وفعل الطاعات والقرب إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جاءكم شهر مبارك فرض الله عليكم صومه، فيه تفتح أبواب الجنان وتقلق أبواب النيران، وفيه ليلة مباركة هي خير من 1000 شهر، من حرم أجرها فقد حرم خيرا كثيرا. وهذه الليلة هي ليلة القدر، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا الشهر كما ذكرنا هو شهر الطاعات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، يعني كان ينفق في شهر رمضان نفقة من لا يخشى الفقر. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة مرة في رمضان، حتى إذا جاءت العشر الأواخر كان يدارسه في الليلة مرتين. فيقولنا هذا الشهر هو شهر القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنحرص جميعا على الاعتناء بكتاب الله عز وجل في هذا الشهر حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما وتطبيقا لما فيه من الأحكام، لأنه أخواننا الشهر ده مبارك، ربنا سبحانه وتعالى يبارك حتى في الأعمال، والإنسان بيشعر بهذه البركة، لا سيما أن وسائل الطاعة بتكون متوفرة في رمضان، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصفت الشياطين، وفي رواية: مردت الشياطين. ودي فرصة كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، يعني حماية، الصوم يحمي صاحبه من المعاصي، جنة. فالإنسان الصائم بيكون بعيد من المعصية. فهذا الشهر شهر مبارك، وهي فرصة للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. شكدا إحنا بندعو أنفسنا أولا، ثم ندعو المسلمين ثانيا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى تواب على عباده، وإنه عز وجل يقبل التوبة عن عباده، وإنه تبارك وتعالى يقبل توبة التائب، وإن كان مشركا وإن كان كافرا، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى:
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. وقال الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالإنسان العاقل هو الذي يستقل هذه الأيام المعدودة في فعل الخيرات. وقد يقول قائل: هل الأحسن إن الإنسان يتفرغ لقراءة القرآن وفهم معانيه وحفظه، أم أنه يدعو الناس إن كان ممن أعطاه الله تعالى علما على قدر ما عنده، على قدر ما عنده ولو آية؟ فالعلماء بيقولوا الجمع بين المصالح أولى يا أخوان. الإنسان يجعل لنفسه حظ من القرآن، وكذلك يجعل للناس حظا من الدعوة والتعليم. ما تترك الفرصة لأهل البدع وأهل الشرك، لأنه ديل بينشطوا في رمضان، لأنه الشغلة دي فيها حاجات كثيرة، فيها بري، في كيس بتاع بري بيجي، وفي حلو مر، وفي الرقاق، وفي لبن بتاع بودرة. فالناس ديل بينشطوا نشاط عجيب، أهل البدع بينشطوا في رمضان، ما بتشوفهم يقول لك برنامج رمضان، تلقاهم خاتل لك كم واحد كده، ناس كتار ما بيظهروا إلا في رمضان، انتهى رمضان بيخشوا الجحر طوالي، أول ما جاء رمضان بيطلعوا من الجحر، برنامج رمضان. أنت قال الطلوع من الجحر ليه؟ لأنه شغلة فيها كيس الصايم، أنت ما جايب خبر، فيها أبرة وفي حلو مر وحاجات كثيرة جدا، وفي تانكي وفي عجوة بتاعت مدينة. فالناس قال أنت ما تديهم الفرصة وتخلي لهم السهلة، بيشتغلوا في المساجد، بيشتغلوا تلقاهم شغالين في المساجد، عمك ده ذاته بيشتغل، أما نيجي رمضان بيمشي بيتلف في حتة، عرفتها؟ فأنت جعل لنفسك نصيب برضو إنك تلف على المساجد وتعلم الناس التوحيد وتعلم الناس السنة، بالذات الناس في رمضان يا أخوانا بيكون قبول للحق، بيكون قبول للحق أسرع وأحرى من غير شهر رمضان. لأنه الشهر ده يا أخوانا الناس بطبع المسلمين بطبعهم الواحد بيكون قلبه لين وبرق، حتى بتلقاه المعاصي بيخليها، الجماعة بيخلوا التنباك عرفتها، وفي واحدين بيخلوا السجائر، واحدين بيخلوا طبعا مرة واحدة، وفي واحدين ما بيخلوا مرة واحدة. النوع اللي بتسحر بالتنباك وبيفطر بالسجائر في صنف زي ده، سحور تلقى السحور بتاعه سفة، ألقى الله سيدنا عنده موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. أسألك بالله في تنباك فيه بركة؟ تلقاه يقوم قبل الأذان الأول يدقر سفته، أول ما المؤذن يقول قد الصلاة خير من النوم يطلع ودريح. السيدنا ألقى الله عنده موضوع. بعدين يجي هناك في الفطور تلقى بس منتظر المؤذن ما عشان يأكل، تلقاه يقعد بيناك لابد، مع إنه محل الفطور هنا، تلقى لابد بيناك. أول ما الأذان يقول الله أكبر يولع السجائر، فطور بالسجائر، تلاقاك فطور زي ده، فطور رمضان بالسجائر. فده نسأل الله عز وجل يتوب علينا وعليهم. الواجب على الإنسان يا أخواننا أنه يستقل مثل هذه الفرص ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأفتح الفرصة للمتحدث من بعد.